الفل، الناس الكل في انتظار صفارة الحكم وضربة البداية. لكن قبل هذا تتم بعض المراسم والأمور الاعتيادية لحظات قبل البداية الكروية الحقيقية. هذا رؤوف خليف ينقل لكم مباراة اليوم. ها هو التشكيل الأساسي في مباراة اليوم. والكرة للمنطقة الأمامية، يلعب كرة بينية، كانت لعبة رائعة إلى داخل المنطقة. يان أونتيلار تلعب الكرة ناحية اليمين والتوزيع بكل حماس، يلعب كرة بالرأس، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. يان أونتيلار يحاول تمريرها عبر الدفاع ويسجل الهدف بأناقة كبيرة. بمواجهة من هذا النوع كان لابد من فائز واحد. مرت الكرة، يلعب كرة بينية، أبعد الكرة. الوقت بدل الضايع الآن، والحكم يراقب الساعة. يحاول تمريرها عبر الدفاع. تفوق. وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة النهاية. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، وذلك بفضل خط الدفاع الذي كان في أفضل حالاته بعد أن أحرز